السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اذا كنت متابع سابق ونسيت ان تشترك بالقناه انزل تحت في زر احمر اشترك في القناه ليصلك كل جديد ان شاء الله. نتابع في هذا الفيديو الجزء الثالث عن حديثنا عن المضارع التامل Present Perfect. كما قلنا سابقا Present Perfect يختلف عن الماضي البسيط بالماضي البسيط يركز على وقت حدوث الفعل يعني زمن حدوث الفعل، بينما المضارع التام يركز على الحدث نفسه. أيضا الماضي البسيط والماضي التام فعلا وقع في الماضي، الماضي البسيط وقع وانتهى في الماضي ولا نهتم بحدوثه. المضارع التام فعل وقع وانتهى في الماضي لكن له نتائج وأثار في الوقت الحالي. تكلمنا في فيديوهات سابقة عن شكل الفعل في المضارع التام، وتحدثنا عن متى استخدم المضارع التام، تكلمنا عن ثلاث استخدامات وتكلمنا عن قواعد عامة تخص المضارع التام. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية تشكيل سؤال وكيف أجيب إجابة قصيرة وكيف أنفي الفعل في المضارع التام. كيف نشكل سؤال بالمضارع التام؟ كما قلنا لدينا باللغة الإنجليزية 12 زمن، زمنين نحتاج فعل مساعد من عندنا، وعشر أزمنة الفعل المساعد يكون من ضمن شكل الفعل. بس زمنين هما البريزنت سيمبل، اذا المضارع بسيط نحتاج الى دو وداز. الباست سيمبل نحتاج الى ديد، نضعها من عندنا يعني ما تكون موجوده الجمله. نلاحظ بالمضارع البسيط هي eats an apple every day، مثلا ياكل تفاحه كل يوم. اللحظة الفعل eat بالمضارع البسيط، عندئذ لتشكيل السؤال نحتاج إلى do أو does. في بداية الجملة موجودة هي، عندئذ نستخدم does، نضع does في بداية الجملة هي كما هي، نحذف ال s. does he eat ونكمل الجملة كما هي، does he eat an apple، هل يأكل تفاحة. إذا كان بالمضارع البسيط هي ate an apple، أكل تفاحة. اللحظة الفعل ate بالماضي، عندئذ فعل مساعد بيكون عندنا did، نضع did هي، الفعل eat أو ate الرجع إلى eat بالمصدر ونكمل الجملة تصبح هل أكل تفاحة. إذا بس زمنين هو المضارع البسيط نحتاج do does والماضي البسيط نحتاج did، باقي الأزمنة لا نحتاج إلى فعل مساعد لتكوين السؤال. الفعل المساعد يعني لا نحتاج فعل مساعد نضعه من عندنا مثل do does did. الفعل المساعد يكون في الجملة كل الأزمنة، العشر أزمنة فقط زمنين كما قلنا نحتاج في المضارع البسيط do does، في الماضي البسيط did، باقي الأزمنة العشرة الفعل المساعد موجود في الجملة لا نحتاج نضيفه من عندنا، فقط نستبدل بين الفعل المساعد والفاعل بكل الأزمنة. هذه الجملة الأولى he has read the book، لقد قرأ الكتاب. إذا كما قلنا have و has ترجمة لقد، لقد التأكيدية يعني تأكيد على الحدث. هذا الفعل ممكن شخص يقول الفعل read هو بالمضارع، إذا read بالمضارع يعني التصرف الأول الفعل، التصرف الثاني نفس الكلمة لكن نلفظها read. الverb 3 أيضا نفس الأحرف لكن نلفظها read. إذا read read read، إذا هذه الآن نطقها read هي الverb 3 التصرف الثالث من الفعل، صح نفس الأحرف لكن لفظها يختلف. he has read the book، لقد قرأ القصة. طيب مضارع تام فقط نضع has في بداية الجملة أثناء تشكيل السؤال تصبح has he read the book، نضع question mark علامة استفهام فقط لا غير، ما سويت أي شيء، سويت سويتش يعني تحويل او استبدال مكان هي وهاز. لاحظ هي كانت بالاول هاز بالثاني، بالحاله الثانيه اصبحت هاز بالحاله الاولى وهي بالحاله الثانيه وبالمكان الموضع الثاني. اذا بشكل بالمختصر وضعنا هاز في بدايه الجمله ووضعنا علامه استفهام في نهايه جمله، اذا اصبحت جمله استفهاميه. هاز هي ريد ذا بوك يعني هل قرأ الكتاب، ونترجم هاز بهل. دائما وابدا الفعل المساعد بس نضعه بدايه الجمله نترجمه هل، يعني اذا ضعنا دو او داز او ديد
أول was where في ذات الجملة ترجمة هل. الجملة الثانية they have cleaned the car يعني لقد نظفوا السيارة. فقط نضع have في ذات الجملة have they cleaned the car يعني هل أيضا ترجمة هل نظفوا السيارة. فقط وضعت have في بداية الجملة ونهيتها بعلامة استفهام. إذا لتشكيل سؤال بالمضارع التام بشكل سهل فقط نضع have أو has في بداية الجملة وننهي الجملة بعلامة استفهام فقط لا غير، ونترجم have و has بهل. لاحظ لدينا السؤال has she washed the dishes؟ هل غسلت الصحون؟ Have they finished their homework؟ هل أنهوا واجبهم أو واجباتهم؟ لاحظ أثناء السؤال دائما وأبدا، ننتبه دائما وأبدا الفعل المساعد اللي سألني فيه أجاوب فيه. هنا سألني بهاز يجب أن تكون الإجابة بهاز، سألني بهاف يجب أن تكون الإجابة بهاف. ما أتردد إذا سألني بهاز أجاوب yes he does yes he did yes هو أبدا بدون تردد. سمعت هاز أجاوب هاز، سمعت هاف أجاوب بهاف. مثل باقي الأزمنة does he eat وكمل الجملة. سألني بداز يجب أن أجيب داز، بس أول كلمتين أقلبهم yes he does no he doesn't فقط لا غير. إذن سألني was يجب أن أجيب بwas، سألني بwell يجب أن أجيب بwell، سألني بdid يجب أن أجيب بdid. زمن مضارع التام الفعل المساعد هو has و have، سألني بhas يجب أن أجيب بhas. إذا نضع yes كما ننتبه نضع full stop، إذا كان no كما full stop. أول كلمتين has she الإجابة، سألني بhas كما قلنا أجيب بhas yes she has، إذا كان no no she hasn't or has not. إذا not ممكن أختصرها أحذف الأو أضع أبوستروفي بعدين تي. إذا yes she has no she hasn't خلصنا. has she washed the dishes هل غسلت الصحون؟ yes she has نعم غسلت. no she hasn't كلا لم تغسلهم. have they finished their homework أيضا كما قلنا yes كما full stop no كما full stop. have they finished their homework هل أنهوا واجبهم؟ أيضا سألني have أجيب بhave yes they have no they haven't yes they have no they haven't. إذا بدون تردد ما أجاوب yes they do yes they did لا لا بدون أي تردد ولا انتظار. سمعت have أجيب بhave، سمعت has أجيب بhas. have they finished their homework هل أنا واجبة؟ yes they have لقد أنهوه. no they haven't كلا لم ينهوا. إذن بالمختصر أثناء السؤال بالبريزنت بيرفكت المضارع التام فقط أضع have أو has في بداية الجملة وأنهي الجملة بعام استفهام أثناء السؤال. أثناء الإجابة سألني بهاز أجيب بهاز، سألني بهاف أجيب بهاف. لدينا هذه الجملة نريد أن نحول إلى سؤال ونجيب إجابة قصيرة. أحمد أند آمر have watched the football match يعني نبدأ من عند الفعل لقد شاهد أحمد وعامر مباراة كرة القدم. نريد أن نحول إلى سؤال. لاحظ جملة طويلة تشكيل السؤال سهل فقط نضع have في بداية الجملة تصبح have. استبدل احمد and عامر ب they هم او ممكن اكتب عادي have احمد and عامر watch the football match، بس دائما الضمائر كما نعلم ضمائر بحاله الفاعل بحاله المفعول به بحاله الملكيه اللي يحب يرجع درس الضمائر نستبدلها لعدم تكرار الاسم عشان ما اكرر مره ثانيه. احمد and عامر استخدم بدل عنها الضمير they. have they هل هم من هم؟ احمد وعامر. اذا استبدلت احمد عند عامر ب they have وضعتها في ذات الجمله اكمل باقي الجمله كما هي. have they watched
the football match? Question mark. Have they watched the football match? يعني هل شاهدوا مباراة كرة القدم؟ من هم؟ كما قلنا أحمد وعامر. الثاني إجابة راح تكون إجابة يا إما بيس أو تكون عندنا نو. يس كما نو كما فلستو فلستو. دائما وأبدا كما قلنا الفعل المساعد نسأل به وجيب به. Have they رجع مرة ثانية. Yes they have. No they haven't. Yes they have. No they haven't. Have they watched the football match? هل شاهدوا مباراة القدم؟ Yes they have. نعم شاهدوا. No they haven't. كلا لم يشاهدوا. نريد أن نحول هذه الجملة على سؤال أو إلى سؤال. Mary has opened the door. لقد فتحت ماري الباب أو فتحت ماري الباب. فقط نضع has في تلك الجملة تصبح has. بدل ماري نستخدم الضمير she. إذن هي has she opened the door. هل فتحت الباب؟ كما قلنا الإجابة yes no. has she تصبح نقلها مرة ثانية yes she has. No she hasn't or has not. Has she opened the door? هل فتحت الباب؟ Yes she has. نعم فتحت الباب. No she hasn't. كلا لم تفتح. إذا استخدمنا ضمير she بدلا عن Mary ماذا تفيد الضمائر كما قلنا؟ تفيد عدم تكرار الاسم. كيف أشكل negative النفي؟ بشكل سهل تشكيل النفي ب المضارع التام فقط بعد have و has أضع not. يعني تصبح have not has not. ممكن أختصرها haven't أيضا has not أختصرها hasn't. كما نعلم not تختصر نحذف الأو نضع apostrophe T. دائما اللغة الإنجليزية عند الكتابة والحديث يحبون استخدام الاختصارات. We have bought a new car. لقد اشترينا سيارة جديدة أو اشترينا سيارة جديدة. لقد كما قلنا للتأكيد أن نترجم have و has بلقد. فقط نضع not بعد have تصبح We haven't bought a new car. لم نشتري سيارة جديدة. إذا نترجم هنا لم نشتري سيارة جديدة. They have started the class. لقد بدأوا الدرس أو الحصة. They have not or haven't started the class. لم يبدأوا الحصة أو الدرس. She has eaten the food. لقد أكلت الطعام. She hasn't or she has not. She hasn't eaten the food. لم تأكل الطعام. لم تتناول الطعام. إذن تشكيل نفي بالمضارع التام فقط بعد have و has نضع not. have not تختصر haven't. has not تختصر hasn't. كما نعلم not تختصر نحذف ال O ونضع عنها apostrophe T. بهذا الشكل تكلمنا عن كيفية تشكيل سؤال، كيف أجيب إجابة قصيرة وكيف أنفي الجملة. حديثنا عن المضارع التام بالتالي يسمح استخدام هذا الزمن سهل لدينا وأعرف أتعامل معه بكل سهولة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.